عسل. بعض البشر لو هبت له سمن ومن فوقه عسل، وتقول اللي بعيدنا عنه وعنكم، وتقول كب الكذب يا رجال عيا ما فعل. باجي ملعقه عشان نحط العسل. ها ايه غن. بعض البشر لو هبت له سمن ومن فوقه عسل، وتقول كب الكذب يا رجال عيا ما فعل. هذا هو العسل، الله يجعله بألف عافية. طيب هذا نحطه في قدر ونحط كمان ثاني. هي اشرح.